مرحبا برج الحمل، أهلا فيكم في قراءة منتصف شهر نهاية الشهر. على الأقل الحين بنشوف قراءة منتصف الشهر إلى نهاية الشهر. عندنا هني الجوانب العملية، هني الجوانب العاطفية. برج الحمل، نبتدي بجانب الأموال، الوظيفة، التجارة، حتى الورث، كلهم في خانة واحدة. للأسف برج الحمل، أنت مو من الأبراج، أو بعادتك أنت من طبيعتك مو من الأبراج اللي تخاف أو تتجنب المواجهة، ولكن كأنما أحسك برج الحمل كنت تدعو تتمنى أن تكون هادئة على الأقل، ما تضطر فيها أنك تحمل ثقل أو حتى تواجه. للأسف هذه ما راح تعطيك ولا تعطي أي أحد ثاني وقت أنه يتلفت أو حتى يختار ردة فعله. كأنما قاعد برج الحمل هنا يقول دائما كانت ردة فعلي اني اسيطر على الموقف، لان عندنا طاقة الملك، او دائما اتحمل مسؤولية الاشخاص، اتحمل مسؤوليات اغلاطهم، دائما انا اللي اتحمل نتائج فشل تقصير اللي حولي في جانبنا العملي هنا عندنا. ولكن للاسف ايضا محتاج مرة زيادة. عندنا ايضا موقف مشابه للمواقف اللي انت كأنما وعدت نفسك انه ما راح تتدخل فيها او ما راح تاخذ فيها المسؤولية. ونوضحها من التارو، لان عندنا هني الاسد الملك عنصره ناري، اوكي، واحسه ممتعض، ممتعض باللغة العربية الفصحى، مستاء. عندنا كرة القمر لان مضطر انت كانما، شوف الصورة اللي قاعدة تأتيني ان برج الحمل يرى بعينه، اوكي، لان عندنا اسد، يشوف بعينه سرقة او حادث او موقف. فلما تسأل عنه، لما يطلبونك ان تكون احد الشهود، ما تقدر ان تكذب، ما تقدر ان تقول ما شفت، لان الشيء صار امام عينك. هذا هو الموقف اللي راح احس يكون، او الطاقة في الحياة العملية في الفترة القادمة، لان عندنا شخص ممكن يكون برجه مائي، ممكن تكون طاقته مائية، كان عنده القمر في برج الحوت، لان عنده هني طاقة التلاعب، طاقة اللي عادي مو مشكلة تأتمن على شيء. هني أنت خلال هالشهر أمنت شخص على شيء، على أن يحفظ أمانة، أمانة في وظيفة، حتى ممكن أشوف هني نوع من المجوهرات، أحد طلب أنه يلبسها أو طلب أنه تكون عنده في وقت من الأوقات، ممكن حتى دين، أوكي. ولكن في شخص هني خلال هذا الشهر راح يخون الأمانة، وعذره راح يكون أقبح من ذنب، لأنه ما راح يكون عنده عذر، ولكن راح يحاول. شوف طاقة برج الحوت، برج الحوت لما تواجهه ما راح يكون نفسك في صراحتك وصادق معاك، ولكن راح يحاول ياخذك بالكلمة الحلوة. في شخص هني أيضا يحاول أن يشتتك عن الحقيقة، خصوصا في الوظيفة هني نتكلم، يحاول يشتتك عن الحقيقة عن طريق أن يأخذك بالسوالف والضحكة الحلوة. هذول الأشخاص لازم تحذر منهم. أشوف إني في شخص بحد ذاته، واحد إنسان معين أو إنسانة معينة، أوكي، دائما يحاولون إنه إن لما أنت تكون قادم وعندك سؤال جاد، من اللي أخذ هذا الشيء، من اللي تصرف في هذه الأموال، وين ذهب الخاتم، وين ذهبت المجوهرات، وين ضاع الوقت، ليش ما في إنتاج. دائما عندنا شخص هني جوابه يكون عن طريق المزح أو طريق الابتسامة، عن طريق الدلع، طاقة مائية. خلينا نشوف من ناحية الدراسة، عندك النمر أيضا طاقة نارية. العدالة وراها ملك الأكواب، يوضحون عندنا هني النمر. للأسف أيضا يا برج الحمل، من ناحية الدراسة في شخص، مدرس معين أو بروفيسور معين، محاضر، راح يعطيك أقل من التقييم اللي أنت تستحقه، وعذره راح يكون شيء ما له علاقة في تقييمه. مثلا نفرض أن أنت قدمت على امتحان، أوكي، راح تشوف أن فعلا درجاتك في الفترة القادمة أقل من اللي تستحقها، لأن هني في شخص قاعد يتعذر بحجة ان انت مثلا حضورك لم يكن بالشكل المطلوب، بحجة ان انت ما في دليل. هني نتكلم لما تشوف كرت العدالة هو الاهم في هاي القراءة،
في شخص هني ما عنده دليل ان انت مثلا غشيت في الامتحان او ان انت لقيت نوع من المساعدة في المشروع اللي قدمته او في رسالة الماجستير مثلا، ولكن عذره ان انا حاس. لما نتكلم عن طاقة المياه نتكلم عن طاقة الحدس. في شخص راح يبني تقييمه او الدرجة النهائية اللي يعطيك اياها على طريق حدسه، وهذا هو اقول لك الغير عادل في الموضوع. فمحتاج ايضا النمر ما يواجه مثل الاسد، ولكن ايضا يواجه بطريقة الخاصة، لان ايضا اذا تلاحظون النمر نعم ناري ولكن عند القمر. القمر هو عنصر برج الحوت. فنتكلم هني عن يمكن هذا الشخص ما تقدر تواجهه بشكل مباشر، ولكن تقدر هذا المدرس ما تقدر تواجهه بشكل مباشر ولكن تقدر تستدرجه. ما تقدر مثلا على طول تروح تكلمه وتحصل منه مرادك، راح مثلا يعطيك الدرجة اللي تستحقها، ولكن تقدر تتكلم مع كذا شخص يعانون من نفس المشكلة معاه، اوكي، او حتى مدرس ثاني شخص اعلى منه. لما نشوف كرت برج العدالة الميزان نتكلم عن authority، سلطة، محتاج ان ترجع لشخص اعلى منه بالسلطة، لان هني نتيجتك راح تكون شوية اقل مما تستحق وتتوقع في الجانب الدراسي، في جانب حتى التقييم لو كان تقييم وظيفي based on ويعتمد على ان هذا الشخص يمكن ما يحبك، في مدرس ما يحبك، في شخص ما يحبك راح يعطيك تقييم اقل من اللي تستحقه او تقييم سيء. لما نشوف ملك الاكوام معناها طاقة الاحاسيس. نشوف هنا جانب العاطفي. في طاقة المنفصلين اول شيء عندنا العنكبوت، عنصره ترابي. عندنا هني ملك الخماسيات مع الغصنين، برج الحمل، المنفصلين. راح اقول لكم نقطة او اقول لكم شغلة، الكثير منكم يتوقعون او ينتظرون رجوع الشريك، وفي عذر ايضا. شوفوا طاقة الاعذار خلال طول هذا الشهر تستمر معاكم، سواء كنا نتكلم عن جانب العملي الدراسي اي شيء، حتى هني اشوف جانب استخدام الميراث، كل الجوانب في شخص هني راح يطلع لكم اعذار. لان شنو هني الشريك اللي تنتظرونه يا منفصلين اشوفه خلال هذا الشهر راح تكون عنده قصتين او جانبين من الحكايه. الحكايه الاولى اللي يقولها او يسردها لك انت، راح يقول لك برج الحمل انا ارغب بالارتباط فيك. راح تكتشف ايضا في الفتره القادمه لو هو كان متزوج او على علاقة راح تشوفه انه ما عنده اي نية ان يخرج من العلاقة رقم واحد عشان يستمر معاك انت او يواصل معاك انت او يرتبط فيك انت. عندكم شخص، لان هني عندنا ملك الخماسيات، ملك العملات المعدنية، وعنده وجهين، عندكم شخص صاحب وجهين. مثلا نوعية الاشخاص او الشخص اللي تتعاملون معه في الفترة القادمة يلتقي فيكم يقول لكم أحبك، ارتحت لك، أريد أن أكمل باقي حياتي معك، ولكن في حقيقة الوضع تكتشف أنه قال نفس القصة لشخص ثاني. لو هذا الشخص قال لك، أشوف هنا أنه حتى في احتمال في شخص وعدك أنه ينفصل عن علاقة أو من زواج عشان يرتبط فيك، أبدا ما عنده نية، ما عنده نية، لأنه قاعد يبيع خبزة على اللي يشتري. صاحب وجهين عندكم هني في العلاقة، في علاقة المنفصلين. اوكي، نشوف الحين المرتبطين من برج الحمل. شنو طاقتكم؟ عندكم البترفلاي، عنصرها هوائي. الابراج الهوائية، جوزاء، ميزان، دلو. عندكم ثمانية السيوف. في الفترة القادمة برج الحمل فيهني في علاقتكم مع الشريك
جدا تجنبوا المواجهة، لأن خصوصا إذا عندكم أطفال راح يكون هم اللي يتأذون. وأشوف أيضا أن شريككم خصوصا إذا كان هوائي راح تشوفوا علاقتكم في الفترة القادمة مع الشريك هي اللي راح تدفع الثمن إذا اخترتوا مواجهة الأعداء أو مواجهة اللي يتكلمون عنكم وراء ظهركم. في الفترة القادمة محتاجين جدا تكونون شو أقول لكم، مو بس حياديين، وحتى لو كنتوا صح محتاجين تتجنبون المواجهة، لأن عندكم شخص هني حتى لو أنتوا كنتوا على حق. هذه هي النقطة اللي أبي أوصلها، حتى لو أنتوا كنتوا على حق يا برج الحمل، ولكن وجود الفراشة يقول لي أن شريككم أضعف من أن يواجه العلاقة في الفترة القادمة، أو حتى نفسيا الشخص أضعف من أن تدخلون في مواجهة مع أهله، مع أهلك، مشاكل مادية. هني بعد في نصيحة لكم أن في الفترة القادمة تجنبوا أي أحاديث سلبية، تجنبوا أن تقعدون مع الشريك وتشتكون، هني طاقة الشكاية، تشتكون من قلة الأموال، من قلة الراحة، من قلة الشكوى وأي طاقة سلبية، حتى لو كانت تطلبون منه أن يأخذ الشريك حقكم أوكي، من أشخاص غلطوا عليكم، هي راح تكون جدا مضرة للعلاقة. مو لأن أنتوا غلط يا برج الحمل، ولكن شريككم كأنما نفسيا، لما نشوف الفراشة، الفراشة فراجايل أوكي، ضعيفة رقيقة ما تتحمل أوكي. وأنت أيضا يا برج الحمل، إذا كان شريكك، ممكن يكون برج الحمل الرجل عنده هني شريكة حامل، محتاج جدا أن تراعيها، راح تكون جدا حساسة في الفترة القادمة. والعكس برج الحمل إذا كنت حامل في الفترة القادمة، إذا صار حمل أو احتمال أن قاعدين تحاولون في محاولات من أجل الحمل، محتاج وايد أن تريح نفسك نفسيا. هذا الشيء في يدك مو في يد الشريك أوكي، لأن نفسيتك هي اللي قاعدة تأثر على حتى نجاح فرصك في الحمل هنا مع الشريك أوكي. ولكن لما أشوف الفراشة أحس أن الشيء يعتمد عليك أيضا أنت حتى في هذا الجانب يا برج الحمل، أن تهدئ، محتاج فترة هدوء مع الشريك في الفترة القادمة. خلنا نشوف العزاب، راح أسحب لكم أيضا كارت من الطاقة الحيوانية، طلع لكم اللام أوكي، عنصر ترابي، خلنا نشوف من التارو، أربعة الأكواب وكرت التمبرنس. برج الحمل، العزاب أو اللي ينتظرون شريك في حياتهم، الرسالة لكم خلال هذا الشهر إن راح يكون في أكثر من شخص يحاول أن يأخذ انتباهكم أوكي، أو راح تمرون بكذا محاولات أن تدخلون في علاقة وما راح تنجح. ولكن عندنا رقم 4، الشخص الأخير أوكي، إلا لما يوصل عند بابكم تكونون شوية يائسين، هذا هو راح يكون الشخص الصحيح أوكي. عندنا هنا أيضا الشيء من جانب الأخت، برج الحمل، رسالة لكم هني الحين توها وصلتني، تجنبوا أن تدخلون في الفترة القادمة في علاقة تكونون فيها معرفة مع الأهل، يعني مثلا تتعرفون على شخص، تعرفون أخته، تعرفون أمه، تعرفون أو هم يعرفون على العلاقة، لأن هني كونكشن. إذا في كونكشن، في معرفة بينكم وبين الأشخاص اللي تحاولون تدخلون معاهم في علاقة أو تعجبون فيهم، فهني أحس إن في الفترة القادمة أبدا الطاقة ما قاعدة تساعدكم، لأن كأنما راح يحاولون يخربون، راح يحاولون وإن كانوا أمامك مبتسمين أوكي، ولكن من وراء ظهرك يحاولون أن يؤخرون العلاقة، أو يحاولون أن يشتتون انتباه هذا الشخص اللي معجب فيك بأشخاص ثانيين. عرفت عزيزي برج الحمل، هذه كانت